دي قوت، قوت واقفه معاهم. قوت القلوب، العفريت اللي طلع لنا في كل حته. الصور دي اكدت لي حاجه، اكدت لي ان قوت هتبقى سبب فضيحه جوزك في كل حته في البلد. هي ناويه تتكلم فعلا؟ اكيد هي كانت ناويه تتكلم، انما دلوقتي اشك. هي لقيت فرخابه بضلعها بيضه من ذهب. فهمت، يعني هي بتلوي دراع جابر وصباح عشان تلهف منهم فلوس ومصالح. بالظبط كده، هي طبعا طبخت الطبخه وسبكتها بالراحه وعلى نار هاديه قوي ومن غير ما حد يحس بيها طبعا. واول ما عرفت ان جابر هو اللي قتل جوزها واكتشفت ان بيعطف عليها وعلى عيالها عشان يكفر عن ذنوبه طبعا، سبته يستوي بقى وبالراحه قوي. انضف؟ لا لا، شوف حسبه الفلوس، الفلوس اهم حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا راحت مشمره ايديها وحاسبها بالعقل وقالت لنفسها، انا ايه اللي يخليني اعادي راجل زي ده؟ من الوي دراعه احسن واخد اللي اقدر اطوله منه. ولما السنه رغمزت وحسيت انه ممكن يديها بنته الوحيده، طمعت، طمعت في الغنيمه كلها. لا 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 كده مش هتكفي، لا لا لا، الحسبه خرمت خالص، ولا هتقضي نصيب عاطف، مش هيقضي كده. يا ربي اعمل ايه؟ يعني انا لما امسك 60,000 جنيه من المعاش معرفش اوزعهم على الخمس عيال؟ استهدي بالله كده يا قوت وسامي. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول من الاول، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دبلتين ولوازم الفرح والمعازيم، نقول ايه؟ تلات بواكي. وتلات بواكي ليه؟ ما كفاية اتنين. الله، نوري للناس الدبلتين ونرجعهم تاني. وانا يعني هنصب له ايه؟ هنصب له يعني فرح ومسرح وهجيب احمد شيبة؟ لا، عاطف يغني صوته حلو والبت العروسة ترقص ولمهم هنا في الصالة ونجيب صندوق حاجه ساقعه ويلا وخلص وارخص بقى ونرقص ونطبل وانا زغرط وليله. حاضر يا اللي بتخبط، جايه لك اهو. 400 جنيه فاكهه وسندوتشات جبنه رومي، ولازم تلاقي الجبنه الرومي غاليه. يلا جبنه ثلاجه وخلاص، جبنه ثلاجه ونقضيها بقى. حاضر يا اللي بتخبط جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر حاضر. مين اللي جاي لي والبيت مكركب كده؟ ايوه ايوه. مين؟ ايش ايش؟ ازيك يا ماما قوت، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، انا كويسه. مال وشك يا حبيبتي، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، انا بس كنت عايزاكي عشان اقول لك يا بنتي. في ايه؟ انا ركبي سيبتيها يا بنتي، ام الجراره حاجه؟ لا لا لا، اطمني، انا ماما كويسه الحمد لله. بس المره دي انا جايه لك عشان ابوكي. ابوكي؟